يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز شد الرحال لأجل زيارة القبور، لا قبر الرسول ولا غيره، لأن هذا الشيء لم يعمله السلف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد، لا تشد، يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فتشد الرحال للمساجد 3، وأما غيرها حتى من المساجد ما يتشد الرحال لأجل تصلي مسجد الرياض أو مسجد القصيم أو مسجد أو المسجد الأموي في الشام، ما تسافر من أجل هذا، ما تسافر من أجل هذا. فإذا كانت المساجد لا يتشد الرحال إليها غير 3، فكيف تشد الرحال إلى غيرها على وجه التعبد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. نعم.